بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بالشمائل المحمدية، قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعنه به قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو كتيبة سلم بن كتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعنه به قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمرو ابن عبد الرحمن، جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال: حدثني رجل من بني تيم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وكرم الله وجهه قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام عندك حاجة؟ يعني يضحك
يفطر يضحك بفتح الياء وسكون الفاء وتشديد الراء يفطر. ها ما تخيلنيش، عندك حاجة قولها، ما عندكش سيبنا اقرأ اللي بعديها. أنا قلت من غير حتى، فين هي؟ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. أنا قلتها إيه؟ سقطت من النسخة. طب استنى شوف، نعمل إيه بقى يعني؟ العين والنظارة ما جبناش نظارة، فين هي؟ يفتتح الكلام، يفتتح الكلام، نعم، ويختمه، يفتتح ويختمه. أنا قلت يفتحه ويختمه عشان يعني المقابلة، يفتتح الكلام ويختمه، لكن أنا قلت لا. إيه تاني؟ فين يا عم؟ صفحة كام؟ فين؟ فإذا تعدي الحق فين يا ابن الرسول؟ ولا ما كان لها. أنا قلت إيه؟ ولا ما كان منها، ولا ما كان لها يا سيدي. ها إيه تاني؟ حد عايز حاجة؟ فين يا سيدي صفحة كام؟ طب انتوا سايبيني لغاية اما امشي. 300 كم؟ يعني انتوا حضراتكم سايبيني لغاية اما امشي دائما الفكرة. انا قلت ايه؟ الفكري رويتها بالمعنى. ايوه ايه تاني؟ لا في الرواية بقى، لا يعني الرواية سنة متبعة يعني ما. لا بس الواد ده حلو، بيحب يدافع عن شيخه يعني. يقول لك خطأ المشايخ يعني عبارة عن ايه؟ علم. خلاص كده. قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أبطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما. لا تاني كده. كان في ساقي، كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة. أصلا سمعتها أنت بتشدد لا حموشة، اخطفها كده عشان ما تبقاش مشددة. كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحلة. وليس بأكحلة، وكسر بيقول لك ليس، بيقول لك أي كحلا جعليا، هو الناشئ من التكحل، فلا ينافي أنه ليس، أنه كان أكحل كحلا خلقيا، وهذا بحسب الواقع ونفس الأمر، فالإثبات الجعلي، وأما الخلقي فهو ثابت له صلى الله عليه وآله وسلم، ويصح في الأفعال الثلاثة ضم التاء نظرت ونظرت على صيغة التكلم، وفتحها على صيغة المخاطب. ليس، لا وليس بأكحلة، بس هنا كسرها، وليس بأكحلة، يعني هو عايز يقول لك إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع كحلا في عينه، لكنك إذا نظرت إلى عينيه الشريفتين كأنك ترى الكحل في عينه. فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل،
وعنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه قال حدثنا أحمد بن خالد بن خلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنهما قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. وعن أبي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوما كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها ويقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة ويقول إن لي ذنوب لا أراها ها هنا. والله العظيم ده غريب ما تسكت. إن لي ذنوبا لا أرى يعني هو فاكر ذنوبه. رقم اتنين اسكت. يعني اسكت كده وربنا غفرها لك ومسحها لك يعني عايزها تكتب يا لك من عبد. اقرا ما هو لسه ما اعرفش. طب قول كده اقراها تاني كده. طيب فيقال اعطوه ما كان كل سيئة عملها حسنة. شفت الطمع بتاعه. دي بقى الجزئية اللي تبين الفهم. فأقول إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. يا لك من عبد طماع. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. بس قف عندها.